ازيكم يا مواليد برج العذراء، يا رب تكونوا بخير. توقعات برج العذراء اليوم الثلاث 25 أكتوبر تشرين الأول 2022. بالنسبة ليك النهاردة يا عذراء، توقعات العشرية الأولى مواليد 23 أغسطس ل3 سبتمبر. انت النهاردة تعتبر في دايرة الضوء بشكل واضح جدا. مهاراتك التنظيمية مطلوبة جدا في الشغل، ممكن تجمع كل أفكار زملائك وبالتالي هتتفوق أكتر، وهيكون لكل ده تأثير إيجابي كبير على ثقتك في نفسك زي اللي بيلاحظوها كل الأصدقاء عندك. هيلاقوا النزعة متناغمة فيك وهتكون قادر علشان تجمع الشخصيات المختلفة مع بعض. انت هتشعر بحالة حلوة جدا وانت مهتم بصحة كل الأشخاص اللي حواليك. حاول انك ما تنساش انك تشتغل على انك تغير عاداتك الحياتية غير الصحية. بالنسبة ليك النهاردة يا عذراء، توقعات العشرية الثانية مواليد 4 سبتمبر ل13 سبتمبر. يومك النهاردة يعتبر شديد الحيوية، ممكن تحفز كل الأشخاص اللي حواليك لكن ما تهملش احتياجاتك الخاصة. أهدافك النهاردة بقت أوضح عن قبل كده، وأسلوبك الناشط معدي جدا لكل الأشخاص اللي حواليك وبيلاحظوا كل الأشخاص. مفيش سبب يمنعك من انك تحتفل بأفكارك وتستمتع بوقتك، ما تخليش الموضوع ده يتحول لوضع طبيعي. انت بتشعر بالصحة في الوقت الحالي ده، لكن في كتير من الحياة الراغدة ممكن تبقى بتأذي صحتك. بالنسبة ليك النهاردة يا عذراء، توقعات العشرية التالتة مواليد 14 سبتمبر ل22 سبتمبر. سلامك داخلي واضح جدا، انت النهاردة متفق اخيرا مع نفسك. ده بيتضح لكل الأشخاص اللي حواليك من خلال سلوكك في الشغل. هيطلب منك كل الزملاء النصيحة، حتى في حياتك الخاصة هتتأكد من أنك بتحتفظ بين التوازن بين الأخذ والعطاء علشان تتمكن من أنك تستفاد من كل الصداقات اللي عندك. لازم تبقى مهتم بنفسك أكتر في كتير من الحاجات اللي لازم تبقى بتحافظ علشان توصل بيها للتوازن. هيكون ده التأمل الأساسي والمدخل الصحيح ليك.